نتكلم اي والله مترترة نتعلم اي والله هل يا ترى سوالف وبخيت يا تشكرة يا تشكرة. يا اهلا يا اهلا وسهلا, ده احنا زارتنا البركه والله العظيم. تفضل والله والديك جزاك الله خير. شكرا شكرا شكرا. قبل السلام والكلام تشربوا ايه؟ لا مش عاوزين حاجه. ليش؟ ها؟ لا خلي يبرد. انت عطشان؟ ايه طبعا انا بسبب انا عايز شاي كشري. كشري؟ ايه كشري. ماشي عندكم وقت الكشري العين الله. هلو هلو كان هاي هاف تو زمزم ووترز بليز. يس يس جود باي جود باي. جود باي شنو يعني؟ جود باي يعني بلغه التليفونات كده, يعني زي ما تقول كده مع السلامه. طب بصوا قولوا لي انتوا كده جايين هنا ليه؟ عايزين مني ايه بالظبط؟ احنا الله يسلمك جايين ترانزيت, كنا نبي نروح العمره, قالوا لنا انتوا عليكم حصار ما تدشون انتوا قطريين. لا ما يصحش. اي والله اي والله الله اي مالك انت مالك خليني انا بتكلم معاه. اوكي اي والله يا ولدي إيه؟ يعني انا ما ادري يعني بروح بريطانيا بس اصور مع الملكه ما ادري ايش ما ادري عنهم يعني. طيب انت شو اسمك انت بالخير؟ انا محمد الفيفي. محمد الفيفي على ما شاء الله لا اله الا الله على دقه الوزن. محمد الفيفي محمد السي لا عبد الله رحنا العمرة إلا والله لا ولا إلا صح. احنا اساسا نفس الدفعة. دفعة واحدة؟ اه طبعا ما شاء الله كنا مع بعض. بص انتوا عايزين تروحوا العمرة انا اخدكم ايه على عبارة من شرم الشيخ. لا يبقى لا يا الله يسلمك عاد قمت انت الحين صراحة يا 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 فيفي صراحة ما عندك سالفة. ايه؟ احنا يبقى ما نبي شرم الشيخ. شرم الشيخ هذا بعيدة قوي 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 قوي. لا يبقى انا ابي اقرب مكان. تصدق وتؤمن بالله؟ لا 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 انا حبيتك ما شاء الله. وانا؟ انت بموت فيك. مش هتدفع يعني هتدفع بحبك. بص انا اخدكوا على سفاجة. سفاجة؟ اه ليش سفاجة؟ هي كده منطقة مع الغردقة كده, اخدكوا من هناك لمينا زبا. اه هو اسمه كده مينا زبا. زبا اه من هناك من زبا تخشوا زي المعتمرين بالجوازات بتاعتكوا. انتوا مسلمين ولا مش مسلمين؟ يا معلم فيفي صح؟ فيفي يا معلم فيفي احنا يبقى احنا نبي نروح مكه. نبي نروح مكه نبي نوصل مكه. هذا شو شو الدين هاي ضبا 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 يا يبا انا بصلحك هذا ولا بصلح لك انت ايش فيك؟ اسمعني ضبا اللي قلته على ضبعه تاكل وجه اللي قلته. المهم احنا انت وصلنا المينا هناك زين. ما تسالنيش ازاي ما تسالنيش. احنا حناخدها سباحة لما نوصل الكعبة. سباحة؟ ها؟ إيه ده؟ انتوا ما خدتوش في المدرسة انه البحر غدار؟ ها؟ يغدر فيكم في أي ثانية كده تلاقي نفسك غرقان. وفي كمان ايه حيوانات مفترسه وشرسه في اعماق البحار ممكن تفترسكوا في لمح البصر. وفي السمكه دي برضك الكبيره دي اللي بتاكل كده مفترسه سمك القرش انتوا بتسموها ايه؟ نعوض يا يبعد نعوض هالكبر آه. هذا اليريور. ايوه هي دي اليريول. ده لو جالكوا حينهيكوا. لا 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 انتوا لازم تروحوا بالباسبور بتاعكم. الله والله انصرعت والله جرايير ما ياريك. يبا الله يطول لي عمرك. انت يبا ما تقرا جرايدكم انتوا مشتغلين علينا الشغل ايش بلاك انت وين يبا؟ بعدين يعني انا بقول لك يبا احنا ممنوعين بس انت وصلنا المينا اذا الله سلمنا. يا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قطعت قلبي من جوه والله كده. اه والله بص
انتوا قدامكم دلوقتي خيارين بس. قول. الخيار الاول ايه؟ انما يعني ممكن تغرقوا؟ يحف. التاني ايه؟ التاني تفترسكوا الحيوانات الشرسه تحت اعماق البحار. الخيار الثالث تتقفشوا بقى. واذا اتقفشتوا لا شفتوني ولا تعرفوني ولا حتى انا اعرفكم. ده الخيار الاول. انت متشائم قوي. لا ما تتشائمش. اذا وصلتم بقى وشفتوا كده مكه قدامكم كده مزهزهه وحلوه زي ما بنشوفها، هاتولي حاجه حلوه كده من مكه ليا وللعيال ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين بقى، وادعولي. ابشر بس انت وصلنا صحن الحرم بين الحجر الاسود وباب الكعبه، وابشر بندعي على دول الحصار وبنقول الله على الظالم، الله على الظالم. نتكلم ايه والله مترترة، نتعلم ايه والله هل يا ترى، سوالف بخيت يا تشكرة يا تشكرة.